إلى خبرنا الأخير وبشارات الخير نختتم أخبار الدار هذا المساء، إذ هطلت أمطار الخير على إمارة الشارقة اليوم 9 أيام شهر رمضان المبارك، حيث تسببت بانخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس. فقد هطلت الأمطار الغزيرة التي تعرف محليا بأمطار الروايح الموسمية على جبل شيس في إمارة الشارقة، وكانت مصحوبة بالرعد والبرق والرياح القوية، وتسببت غزارة الأمطار في جريان الشعاب وامتلاء الأودية بالمياه. وكذلك هطلت أمطار الخير التي تراوحت شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة على جبل مسافي ونفق دفتة والنحوة. هذا وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد طقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا ومغبر على بعض المناطق أحيانا، وتظهر بعض السحب على الجبال وبعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد تكون ركامية أحيانا، والرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحيانا فوق البحر نهارا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.